فورزا اوريزون 4 في الاكس بوكس سيريز اس لي بزاف قوه خاوتي، سيرتو اللي عنده تلفزيون 4K كيما هذا اللي عندي هنايا، راح تتمتعوا وتحسوا روحتكم باللي صح راكم في النكست جن. يوم راح تتمتعوا خاوتي. سلام عليكم، واش راكم صافا؟ شويه صحه فطوركم. البارح جماعه الخير كنت ندور في القناه تاعي، درت فيها دوره روتينيه، كنت عارفوا باش نشوف المشاهدات وين وصلوا قدام النامل هيك، وكنت قاعد نطلع 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 حتى وين وصلت لي فيديو هذوك الاولين كاع. دخلت وحده فيهم خاوتي متبدح، قلت وات ذا هيل هذا، انا سيريوسلي قلت هو ما كاش كيفاش خاوتي، ما كاش كاع منها. قلت بالك شي واحد بيراطا لي لاشين تاعي ولا وحط لي فيديو تاع كاش بلادم ولا، وانا ما فقت. المهم خاوتي من بعد درت عليهم كاع فيديو وش بعت الضحك على روحي. وبعد جاتني فكره قلت والله غير دوك نتيليشارجي شويه منهم ونبارطاجيهم معاكم. ويلكم باك ليكيب. الفيديو هادي جماعه الخير درتها العام اللي فات على الفيرسيون ديمو تاع ريزيدنت ايفل ويد فيليج، شوفوها. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في الحلقه تاع اليوم راح نلعبوا لا فيرسيون ديمو تاع ريزيدنت ايفل ويد فيليج في البلاي ستيشن 5. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في الفيديو تاع اليوم راح نلعبوا لا فيرسيون ديمو تاع ريزيدنت ايفل ويد في البلاي ستيشن 5. يفطن يا بن عمي، واش بيك؟ تقول عندي سمانه ما كليت خاوتي، تقول كنت ميت كاع. ودوكا اكدوا على هذا الفيديو خاوتي، الفيديو الاولى اللي درتها على جي تي 5. السلام عليكم الاحباب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في الحلقه تاع اليوم راح نسيي معاكم جي تي 5 في البلاي ستيشن 5، نشوفوا الفرق بين البي اس 4 والبي اس 5، واو ميم طون زيد نشوف لا جوابيليتي ديالو بالديوسانس. دونك الاحباب بلا ما نطولوا الانترو بزاف، روحوا نبداو في الجو ديالنا. السلام عليكم الاحباب، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. في الحلقه تاع اليوم راح نسيي معاكم جي تي 5 في البلاي ستيشن 5. شيت. وهذه كيف كيف خاوتي، واحد الفيديو درتها العام اللي فات على جود اوف وار 4. السلام عليكم خاوتي، في لا فيديو تاع اليوم راح نسييو جود اوف وار 4 في البلاي ستيشن 5. اللي عندي بزاف من اللي غلقتو، راني عاود جبدتو وطلعتو الباتش ديالو باش نقدروا نلعبوها مود 4K 60 اف بي اس في البي اس 5. في لا فيديو تاع اليوم راح نسييو جود اوف وار 4 في البلاي ستيشن 5. اللي عندي بزاف من اللي غلقتو. وهذه تاني خاوتي، واحد الفيديو درتها العام اللي فات تاع واحد الكرتونه بعثوها لي فيها لداخل العاب البلاي ستيشن 3. المهم شوفوا ما تضحكوش. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم لحقني الكولي هذا فيه لي جو بلاي ستيشن 3 لداخل، هما مونسيبو فيها واحد 50 جو. الو خاوتي، انا على بالكم كون ما تلحقني حاجه جديده نحب نديكوفريها معاكم انتوما. دونك ليكيب بلا ما نطولوا بزاف، نفتحوه ونشوفوا واش فيه لداخل. السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم لحقني الكولي هذا فيه لي جو بلاي ستيشن 3 لداخل، هما مونسيبو فيه واحد 50 جو. وهذه خاوتي درتها في رمضان تاع العام اللي فات، اذا تشفاو نورمالمون لي زونسيان شفاو عليها استغلوا. السلام عليكم ليكيب، وصحة فطوركم اذا فطرتوا واذا مازال كوراج خاوتي. اما اليوم ان شاء الله راح نسيو مافيا 1 ديفينيتيف ايديشن في البلاي ستيشن 5. انا هنا راه عندي هذا لا فيسيون تريلوجي فيها ال1 2 و 3، راني بديت بال1 وعجبني بزاف خاوتي، داير هذه اليوم ثاني نسهر بها شويه. دونك ليكيب كيما تعرفوني انا ما نحبش نطول بزاف لي زانترو، على نروحو ديريكتومون للمفيد. السلام عليكم ليكيب، وصحة فطوركم اذا فطرتوا واذا مازال كوراج خاوتي، كوراج كوراج ليكيب. وهذه تشفاو عليها خاوتي، شحال ثقيله. السلام عليكم خاوتي، وصحة فطوركم اذا فطرتوا. لا فيديو تاع اليوم راح يكون تام تاعها ريترو جيمنج ان شاء الله. انا ليكيب على بالكم لي جو ريترو عندهم بلاصه كبيره بزاف في قلبي، وماذا بيا ثاني كنوع لكم شويه لي فيديو في القناه، ما نحكوش غير على البي اس 5 والبي اس 4 والاكس بوكس جديده، من داك نولوا شويه لي جو تاع بكري. لا فيديو تاع اليوم التام تاعها راح يكون ريترو جيمنج ان شاء الله، وانا ليكيب راكم تعرفوني لي جو ريترو عندهم بلاصه كبيره بزاف في قلبي، قلبي يما. نيكست خوتي. السلام عليكم خوتي، في الفيديو تاع اليوم راح نجربوا فورتنايت في البلاي ستيشن 5، واللي انا ماشي بروفيسيونال فيه خوتي وقليل بزاف ونلعبوا، داير بالك هذه هي 5 ولا 6 فوا اللي راح نلعبوا في حياتي. السلام عليكم خوتي، في الفيديو تاع اليوم راح نجربوا فورتنايت في البلاي ستيشن 5، واللي انا ماشي بروفيسيونال فيه خوتي وداير قليل بزاف ونلعبوا. هنا صح خوتي، هنا ما غلطش، على بالك باللي صح انا ماشي برو فورتنايت. هاو هاو ليك، ايوا صري بيان، هاو شكون نحوس. راح انت دشناك الاول. وهذه ثاني كدا تشوفوا عليها خوتي، درناها على هذا البلاي ستيشن 2. السلام عليكم خوتي، اهلا بكم من جديد. في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نجربوا هاد البلاي ستيشن 2 اللي عندي اكثر من 10 سنوات ما شعلتهاش،
دونك خاوتي الله اعلم اذا مازال تمشي ولا لا. درك نجربوها ونشوفوا. وكما قلت لكم خاوتي انا نعشق في الالعاب القديمه ومن داك من داك نحط لكم فيديو عليهم. المهم لي كيف انا نروح نبرونشيها ونعاودوا نتلاقاو. ايبا هذا الفيديو اللي درت على هذا البي اس 2 خاوتي على بالكم باللي هذه هي واحده من لي فيديو اللي نجحوا لي في هذه القناه. شوفوا شحال جابت لي مشاهدات خاوتي، راكم تشوفوا 274 ك. هذا الفيديو الثاني كليك بدلتها في رمضان تاع العام اللي فات، اذا تشوفوا عليها وكنت لابس هاد ليغو. السلام عليكم ليكيب وصحه رمضانكم، ان شاء الله نصومه بالصحه والهنا وان شاء الله ربي يثبتنا على الطاعه والعباده. اما اليوم خاوتي راح نشوفوا لي جو بي اس 2 هادو اللي لحقوني غير كيما كاين 158 دي في دي اون تو. هاي خلاص خاوتي، واش ضحكنا بزاف واش دوك تقعدوا تضحكوا عليا ولا كيفاش؟ روح نزيدو نختموها بهذه. وهذا الفيديو خاوتي زعما شغل بديت نتحلب شويه. السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كاع بيان. اليوم ان شاء الله خاوتي راح نجربوا هاد الاكس بوكس كريستال ايس بلو واللي هي اكبر واثقل جهاز اكس بوكس تخدموا بها ميسكيلاسيون عادي خاوتي. السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كاع بيان. اليوم ان شاء الله خاوتي راح نجربوا هاد الاكس بوكس كريستال ايس بلو واللي هي اكبر واثقل جهاز اكس بوكس تخدموا بها ميسكيلاسيون نورمال خاوتي. اورايت جايز، كان فيديو خفيف باش نكسروا به الروتين برك وان شاء الله تكونوا ضحكتوا شويه عليا. المهم باش تشوفوا خاوتي بلي الانسان دائما يسي يطور في نفسه ماشي حاجه سهله خاوتي، يعني ماشي الواحد جامي لا دار فيديو يجي يستالي هكذا قبل الكاميرا ويتورني عادي، كلش مع الوقت وكلش مع ليكسبيريونس جماعه الخير ليكسبيريونس. المهم خاوتي ما بقى لي غير نقول لكم نعاودوا نتلاقاو غدا ان شاء الله وصحه سحوركم. تشاو تشاو.